عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله يا تفضلي. شكرا. أنا عندي استفسار سريع. أنا متزوجة لي 12 سنة وأول ما تزوجت وفي سنين الأولى كان جالس معي أخو زوجي في البيت لأنه كان مريض وقمت على رعايته 7 سنين وفي 7 سنين بمر زوجي بنفس المرض فالاثنين كانوا مريضين وكنت بقوم على رعايتهم. ففترة من السنين ظهرت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي وأنا لسه بعاني من المشاكل دي. فاتضح لي بعد السنين ال 12 سنة ومن السنة اللي فاتت إنه أخو زوجي على طول هو بيتكلم معاه طردتني من البيت عاملتني سيء. بعد ما هو اتزوج بدأ يقول له ما بتعامل زوجتي كويس. فحصلت مشادات وزوجي يسمع بأي كلمة هو يقولها. طيب فبقيت بعاني من الموضوع ده. طيب أم رياض الذي تسألين عن تحديدا ما هو تريدين يعني؟ أنا بحب أسأل فضيلة الشيخ. أنا حاليا بقيت ما مرتاحة في الحياة دي ومقررة إنه أنفصل. أنا عندي 3 أولاد منه. نعم. وأي شيء بقولوه له أهله هو بصدقوا عليه حتى لو هم كذبوا يعني هو طيب. فأنا بشير الشيخ سافر الأهلي. أنا ما من السعودية مسافر الأهلي وما مكلمه إنه أنا ما راجعة. فأنا عاوز أعرف سرعا لأنه إذا كلمت إنه خارجة لأنه قبل شهرين طردني من البيت. طيب. وبعدها طردني من غرفتي وكده يعني. أعانك الله. أختنا أم رياض ذكرت مشكلتها يا شيخ. هي متزوجة منذ 12 عاما كانت تقوم على رعاية أخي زوجها يا شيخ ولأنه كان مريض ثم أصيب زوجها أيضا بمرض فصارت ترعى الاثنين. تقول اتضح بعد ذلك أن هذا الشخص الذي هو أخو زوجها كان يقول لزوجها بأن زوجتك تطردني ولا تعاملني معاملة حسنة إلى آخره. فصار زوجها يعني يؤنبها ويعاتبها إلى آخره. تقول هي الآن قررت يا شيخ أن تسافر إلى أهلها وأن لا تعود إليه لكنها لم تخبره بذلك بسبب هذه المشاكل التي هي تعاني منها. تقول كل ما يقال له يصدقه من أهله هكذا قالت. تقول هل علي إثم؟ ما نصيحتك ما توجيهك لها يا شيخ؟ هل تقدم على هذه الخطوة؟ هي قررت الانفصال. على كل حال يعني السؤال ذو شقين. الشق الأول ما قدمته من إحسان تحتسب عند الله فإنما يضيع عند الناس لا يضيع عند الله عز وجل. فما أحسنت به مدة هذه السنوات لأخي زوجها وزوجها وأسرة زوجها لن يضيع عند الله عز وجل حتى لو جحدوه وحتى لو آذوها باتهامها بما ليس فيها من خصال وأعمال. أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو ما يتصل بهل لها أن تذهب ولا ترجع إذا كان هناك بأس فلها أن تطلب الطلاق وكونها تقول أنا لو طلبت الطلاق هنا ترتب علي مضرة فأنا أحتاج أن أذهب إلى بلدي وهناك أكون أقوى وأهيى ظرفا وأحسن حالا وأفكر وأقدر هناك المناسب فلا بأس لا حرج ولا يلزم أن تخبره الآن أنها نعم. ستذهب وستفكر أو ستذهب ولن تعود لا يلزمه هذا نعم. مدام أن عندها إشكالية وتريد الفراق فالمرأة طلب الطلاق إذا كان هناك ضرر حقيقي. نعم حسن الله إليكم شكرا.